استاذ سعيد ياسين، اهلا وسهلا فيك بسحلي تي في. اول شيء اكيد حضرتك بتعرف انك مرشح لمهرجان زي ابداع، والناس هن اللي رشحوك وهلا كمان بلشوا يصوتوا لك. شو رايك بهالترشيح؟ شو رايك بس تعرفت على المهرجان؟ يعني شفنا لمحه عنك بمقابله سابقه، ولكن ما حكينا تفاصيل ترشيحك وكيف عم تتعاطى مع هالموضوع. اول شيء بالفعل فكرة كتير حلوة وجديدة، انه زي ابداع فكرة حلوة، وبنفس الوقت انه هيدي بتشجع العالم. وقت بصير في ترشيح لكذا شخص بصير في عالم، في عنا طموحات، في ناس بتغار، انه بصير في ناس بتحاول تنجح مشان توصل المنافسة. بما انه حضرتك يعني اكيد اللي كنت عم تشتغل وحضرتك اللي انجزت، يعني شو برايك اهم انجازات واهم محطات مرقت فيهم وحققتهم بمسيرتك؟ حققت انا شخصيا انه نحن من البقاع ما كان عندنا، كان تجار كبار يعطوا كل لبنان بضاعه، نحن خلينا كل تجار لبنان، كل تجار لبنان يزورونا بالمصنع بمجد العنجر، واستمرارنا الدائم مع الشركاء وسفرنا الدائم كل شهر لعند الشركاء، نجيب كل يعني خلينا نجيب كل اسبوع في عنا بضاعه جديده، ودائما عم نعمل ابديت على كل شيء. يعني عم تكونوا مش بس على صعيد البقاع، اكيد جواب عم تتطور على صعيد كاريزما سيراميك. أيوة اكيد كاريزما. لحتى نذكر اسم المؤسسه كمان، خبرنا عن كاريزما سيراميك وعن قد ايه صار لك بهالمؤسسه بهالشغل وكيف وصلت حققت النجاح اللي حققته. اول شيء الوالد هو اساس الشركه، هو محل السابق هي محلات الحاج حسين ديب ياسين، هي عبره من سنه 76. انا بال 2005 2006 بدأت بالعمل، 2009 أسست شركة كاريزما، نقلت لشركة كاريزما سيراميك. يعني نفس الشركة ولكن عطيتها اسم جديد، اسم كاريزما سيراميك كومباني. وكيف تطورت من وقتها لهلا؟ أنا بلشت من تحس إنه عطيتها يعني أنا وقت طلعت أنا بلشت باستيراد البضاعة، بلشت بخمسة كونتينر. يعني تصور بلشت أنا خمسة كونتينر كل شهر أجيب، أو كل شهرين أو كل ثلاث أشهر لبيعهم لأرجع أجيب بدلهم. الحمد لله هلا استيرادنا نحن الشهري اكثر من 300-350 كونتينر بالشهر، معناتها كل لبنان بضاعه بظرف سنوات قليله. بظرف سنوات قليله. طيب وبالسنوات اللي جايه شو معقول يكون؟ يعني شو طموحك؟ شو اهدافك؟ شو حاطط لحالك هيك؟ طموحنا ان شاء الله نعمل مصنع سيراميك. مصنع ان شاء الله. ويكون هذا المصنع الاول بالبقاع؟ لو كان موجود بالوقت الحالي بيكون المصنع الاول ان شاء الله، هي طموحنا ان شاء الله. بتمنى على الجميع يتشاركوا وتصوتوا للانسب.